قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ليش شهدتم اني انا زنيت؟ ليش شهدتم اني انا اكلت الحرام؟ ليش شهدتم اني انا عصيت ربي تبارك وتعالى؟ بدا يرد الجلد ويقول له: قالوا انتقم الله، انتقم الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. يا اخوان، العمر قصير والموت قريب والعذاب شديد، وربكم غاضب لمن عصى وربكم رحيم لمن تاب. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا شك أنه وعده حق، فإن العباد حين يناجون ربهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يقولون: ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا يا الله، سبحانك فقنا عذاب النار. أي والله، ما خلق السماء باطلا ولا نصب الجبال ولا بسط الأرض إلا بحق يا عباد الله، والحق أننا نموت وربنا حي لا يموت، وربنا حي لا يموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين.